أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الزواج العرفي، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة الطيبة. وكما تعودت حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الخطير في العناصر التالية. أولا، الزواج آية ربانية وسنة نبوية ومملكة إيمانية. ثانيا، الزواج العرفي باطل شرعا وعرفا. ثالثا، الضحايا يعترفون والمأساة مروعة. رابعا، هذه هي الأسباب وهذا هو العلاج. وأخيرا، فهل من توبة؟ فأعيروني القلوب والأسماع، فإن هذا اللقاء من الأهمية والخطورة بمكان. والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، الزواج آية ربانية وسنة نبوية ومملكة إيمانية. أحبتي في الله، إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها، وإنما ينظمها ويطهرها ويرفعها عن المستوى الحيواني والبهيمي، ويرقيها إلى المستوى الإنساني الطاهر الذي يليق بالإنسان الذي كرمه الله جل وعلا في قوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. من أجل ذلك، فإن الإسلام يقيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من المشاعر النبيلة الراقية الرقيقة الطاهرة النظيفة التي تنبني على السكن النفسي والبدني والمودة والرحمة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج آية ربانية وسنة نبوية وفطرة إنسانية وضرورة اجتماعية وسكن للغريزة الجسدية. أما بيت الزوجية فمملكة كريمة إيمانية
الزوج ملكها وربانها والمسير لشؤونها وأمورها بما جعل الله له من قوامه في قوله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والزوجة ملكة متوجة هي الأخرى في هذه المملكة الإيمانية، لأنها شريكة الحياة ورفيقة الدرب وقرة العين، والرعية في هذه المملكة بين هذين الملكين الكريمين هم ثمرة الفؤاد ولب الكبد وزهرة الحياة الدنيا، هم الأولاد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذه المملكة الإيمانية تنظلل سماءها منهج رب البرية وسيد البشرية، وروي نفسها بماء المودة والرحمة النبية، آتت ثمارها كل صبح وعشية، وأينعت فيها زهرات الحب والوفاء والأخلاق العلية. هذا الزواج الشرعي أيها المسلمون هو السبيل الوحيد الذي يحفظ للمرأة كرامتها وحقوقها، وللأولاد مكانتهم وحقوقهم في المجتمع، لأن الزوج مسؤول عنهم مسؤولية كاملة في الدنيا والآخرة، لقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ولقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا الزواج الذي يباركه الله جل وعلا ويمضيه شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهده المجتمع الإسلامي ويفرح به، هو الذي عرفه المسلمون منذ بداية الوحي إلى أن صرنا إلى هذا الزمان، زمان الفتن، فتن الشهوات والشبهات. ذلكم الزمان الذي ضاعت فيه المقاييس الصحيحة للحلال والحرام، وتجرأ فيه كثير من الناس على محارم الله جل وعلا، فرأينا فيه ظاهرة جديدة وخطيرة تنتشر الآن في مجتمعات المسلمين، انتشار النار في الهشيم، وقع فيها كثير من الشباب والفتيات، إما جهلا بالدين وإما جرأة على الدين. تلك الظاهرة التي تسمى بالزواج العرفي، وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر هذا اللقاء المهم. الزواج العرفي باطل شرعا وعرفا، ونظرا لخطورة هذا العنصر فاسمحوا لي أن أركز فيه الحديث مع حضراتكم في المحاور التالية. أولا: صورة الزواج العرفي القائم. ثانيا: بطلانه عرفا. ثالثا: بطلانه شرعا. أولا: صورة الزواج العرفي القائم الآن تتلخص في التقاء الرجال بالنساء، أو الشباب بالفتيات في العمل أو في المدارس أو الجامعات، اختلاط رهيب مدمر. فيترصد الشاب لفتاة مستهترة يعرفها الشباب جيدا، فهي تعلن عن نفسها بصراحة ووضوح من خلال ثوبها العاري أو الضيق الذي يظهر كل مخبوء من مفاتنها، ومن خلال شعرها المكشوف وعطرها الأخال وصوتها المؤثر وحركاتها المثيرة. فيترصد الشاب لها
ويلهب مشاعرها بوابل من كلمات الحب والعشق والغرام التي حفظها من كتب الأدب المكشوف والمسلسلات والأفلام، ويقسم لها أنه يحبها حبا قد أحرق فؤاده، وأنه مصر على أن يتزوج بها، ولكن ظروفه لا تسمح الآن. ومن هنا يحاول إقناعها بالزواج في السر بغير ولي، أي بدون علم والد الفتاة وبغير إشهار ولا إعلان ولا مهر ولا نفقة ولا مسكن، وليكمل الشاب فصول خديعته الكبرى يأتي بورقة ويشهد عليها زميلين من زملائه المقربين ممن يعرفون علاقاته المحرمة والمشبوهة، ليكون هو الآخر بدوره شاهدا لواحد منهم على عقد عرفي باطل جديد. هذه هي الصورة المشؤومة للزواج العرفي المزعوم التي نراها الآن في مجتمعات المسلمين. والسؤال الآن، هل يقر عرف الناس ذلك؟ والجواب لا ورب الكعبة، بل العرف يبطله، وهذا هو المحور الثاني. فالعرف عند علماء الأصول هو ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم، وقد يكون هذا العرف معتبرا شرعا وقد لا يكون معتبرا شرعا، بمعنى أن الشرع المطهر قد يقر عرفا وقد يبطل عرفا آخر. ومن ثم فالعرف المعتبر شرعا هو الذي لا يخالف نصا شرعيا أو قاعدة من قواعد الشريعة. وعلى هذا التأصيل فإن الناس لم يعرفوا أبدا هذا الزواج العرفي المزعوم، ولم يعتادوا في تزويجهم لأبنائهم وبناتهم على هذه الصورة الخبيثة والعلاقة المحرمة التي تتم في السرية والظلام والخفاء، والتي تقوم على النفاق والغش والخداع والخيانة بين شاب وفتاة، بين شاب مستهتر خان أهله ومجتمعه بعد أن خان الله ورسوله، وفتاة مستهترة خانت أهلها ومجتمعها بعد أن خانت الله ورسوله. وإن توهم أحدهم وخادع نفسه وظن أنه متزوج في الحلال وأن ذلك هو عرف الناس اليوم، فأنا أسأله وأرجو أن يصدق في الجواب، لماذا أخفيت هذا الزواج عن أقرب الناس إليك إن كنت تعتقد أنه زواج شرعي صحيح؟ لماذا أخفيته عن أهلك الذين لا زالوا ينتظرون اللحظة التي ستتخرج فيها من الجامعة ليفرحوا بك أنت وأنت مع زوجتك في الحلال الطيب؟ ثم ألا تشعر بالخيانة والنفاق والخداع وأنت تأخذ المصروف في الصباح من والدك لتذهب بعد ذلك من الجامعة إلى شقة مفروشة أو إلى غرفة مظلمة لتزني بفتاة بدعوى الزواج؟ ثم لماذا تتلصص وتبحث عن مكان خفي لا يراك فيه أحد من الناس لتقضي وقتا في الرذيلة والحرام مع فتاة تدعي أنها زوجتك ثم هل تقبل أن يأخذ شاب من زملائك في الجامعة أختك أنت إلى نفس الشقة المفروشة ليزني بها بدعوى أنها زوجته؟ ثم هل تقبل بعد ذلك أن تخرج ابنتك إلى الجامعة لترجع إليك بحمل في بطنها بدعوى أنها متزوجة وأنت لا تعلم عن هذا الأمر شيئا؟ أخي أجبني بصدق، وتذكر قول القائل: يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم، من يزن في قوم بألفي درهم في قومه يزنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. ثم لا تنسى أبدا قول الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره
وردد كثيرا قول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأنت أيتها الفتاة الجريئة يا من وضعت رأس والدك في الوحل والطين والتراب إلى الأبد، يا من وضعت شرف العائلة بأسرها في الوحل والطين والتراب إلى الأبد، يا من ضيعت أطهر وأشرف وأغلى ما تعتز به كل فتاة طاهرة شريفة، يا من دنست طهرك بأوحال الرذيلة والعار. لا تخدعي نفسك بأنك متزوجة في الحلال الطيب، وإن كنت لا زلت تتوهمين وتظنين ذلك وتدعين أنك أيضا متزوجة في الحلال وأن هذا هو عرف الناس اليوم، فأنا أسألك وأرجو أن تصدقي في الجواب، هل يعقل أن تتزوج فتاة طاهرة شريفة في السر والظلام بدون علم والدها المسكين وبدون علم أمها التي سهرت وربت، بل وهي لا زالت إلى الآن تتضرع إلى الله أن يرزقك بالزوج الصالح مسكينة فهي لا تدري أنك متزوجة؟ ثم ألا تشعرين بالخيانة والنفاق والخداع وأنت ذاهبة في الصباح إلى الجامعة أمام الأهل والأسرة ومنها إلى شقة مفروشة أو غرفة مظلمة بين أحضان شاب في الحرام؟ يا للعار، يا للخيانة، يا للخداع، وبعد ذلك تكذبين وتزعمين وتتوهمين أن هذا هو عرف الناس اليوم. لا والله، بل العرف يبطله، بل وكذلك شرع الله يبطله. وهذا هو المحور الثالث. أيها المسلمون، أيها الشباب، أيتها الفتيات، إن الزواج في الإسلام ميثاق غليظ له قدسيته ومكانته وله أركانه وشروطه، ولا يحل للزوجين أن يستمتع كل منهما بالآخر إلا على الوجه الذي شرعه الله عز وجل، إلا بالقبول والإيجاب والولي والشهود والإعلان والمهر. أما القبول والإيجاب فهما ركنان عظيمان، وهي صيغة العقد المعروفة، ومذهب جمهور العلماء أنه ينعقد بكل لفظ يدل عليه. أما الولي فهو شرط لا يصح العقد إلا به بنص القرآن والسنة في أي أرض وتحت أي سماء ولأي ظرف من الظروف. قال الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. والعضل هو المنع والتضييق والتعسير. قال الإمام الشافعي: وهذا أبين ما في القرآن على أنه لا نكاح إلا بولي. وبهذا قال جمهور المفسرين: وستعجبون إذا علمتم سبب نزول هذه الآية، فلقد نزلت في معقل ابن يسار رضي الله عنه الذي زوج أخته لرجل وأحسن إليه وأكرمه، ولكن الرجل طلق أخت معقل بعد فترة من الفترات، فلما انقضت عدتها عاد الرجل مرة أخرى إلى معقل ابن يسار ليرد المرأة، فقال له معقل ابن يسار: زوجتك وأفرجتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل قوله: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلما قرأ الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم على معقل ابن يسار
قال الآن أفعل يا رسول الله، وفي لفظ سمعا وطاعة، فزوجها إياه وأعادها إليه بعقد جديد. وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن المرأة لا تزوج نفسها حتى ولو كانت سيبا لهذه الآية، لأن أخت معقل بن يسار لم تكن ذكرى وإنما كانت سيبا. والآية الكريمة نص صريح لا تأويل فيه. وقال الله عز وجل: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. ذهب جمهور المفسرين إلى أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها لقوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. وقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذا خطاب من الله لأولياء المرأة. ترجم الإمام البخاري بهذه الآية بابا بعنوان: لا نكاح إلا بولي. وقال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وهذه الآية قد استدل بها أيضا جمهور المفسرين على أن المرأة لا تزوج نفسها، لأنه خطاب من الله عز وجل لأولياء المرأة. وتأتي السنة النبوية المطهرة بعد كتاب الله عز وجل لتؤكد تأكيدا واضحا لا لبس فيه ولا غموض ولا تأويل بطلان الزواج الذي يتم بدون الولي في أي أرض وتحت أي سماء ولأي ظرف من الظروف. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني والبغوي والبيهقي والطبراني والحاكم عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. تدبروا قول الحبيب النبي: لا نكاح إلا بولي. وفي رواية: لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له. وفي الحديث الصحيح الصريح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي والبغوي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. ماذا تريدون أيها المسلمون بعد ذلك؟ ماذا تريدون أيها الشباب وأيتها الفتيات من أدلة صحيحة صريحة بعد ذلك على بطلان هذا الزواج العرفي المزعوم المشؤوم الذي لا يعلم عنه ولي البنت شيئا على الإطلاق؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: الزانية هي التي تزوج نفسها. وقال ابن عباس رضي الله عنه: البغي هي التي تزوج نفسها. وحكى ابن المنذر إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث ابن عباس: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها،
فالمراد عند جمهور أهل العلم أن الولي لا يجوز له أن يزوج السيد إلا بأمرها ورضاها، فإن زوجها وليها بغير أمرها ورضاها فالنكاح مفسوخ، كما في حديث خنساء بنت خدام الذي رواه البخاري وأحمد، فقد زوجها أبوها وهي امرأة سيد فكرهت ذلك فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي نكاحه. فهل يجوز بعد ذلك يا مسلمون لأي منصف على وجه الأرض بعد هذه الأدلة الناصعة من القرآن والصحيحة الصريحة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز له أن يحتج علينا بقول لأبي حنيفة رحمه الله من أنه أجاز النكاح بدون ولي محتجا بالقياس على البيع، بمعنى أن المرأة تستقل ببيع سلعتها ومن ثم فلها أن تزوج نفسها؟ هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه قياس مع نص، والقاعدة الأصولية تقول لا قياس مع النص، هذا باتفاق علماء الأصول. والذي أدين لله به تبجيلا مني لأبي حنيفة رحمه الله أن الدليل الصريح في هذه المسألة لم يبلغه، وهذا لا يقدح في علم أبي حنيفة، فإن من الصحابة رضي الله عنهم من لم يبلغه الدليل في كثير من المسائل، بل وأنا أكاد أجزم أن أبا حنيفة لو بلغه الدليل في هذه المسألة أي الدليل الصريح لقال به، ولم لا؟ وأبو حنيفة رحمه الله هو القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهو القائل لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلنا. وستعجبون إذا علمتم أن الإمام الطحاوي رحمه الله قد ذكر في شرح معاني الآثار أن أبا يوسف ومحمد ابن الحسن وهما أتبع الناس لأبي حنيفة وأعلمهم بقوله، ومع ذلك فقد خالف أبا حنيفة في هذه المسألة بل وفي كثير من المسائل الأخرى، وقال لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها إلا بإذن وليها. فهل يجوز بعد ذلك لمسلمة أو مسلم أن يقدم قول أبي حنيفة على قول الله جل وعلا أو على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيا أيها الشباب ويا أيها الفتيات اعلموا بأن أي زواج بغير إذن الولي فهو زواج باطل باطل باطل، وإن سجل لا في ورقة عادية بل في وثيقة زواج رسمية. أكرر أقول إن أي زواج بغير إذن الولي فهو زواج باطل، وإن سجل لا في ورقة كراسة عادية بل وإن سجل في وثيقة زواج رسمية عند مأذون. واعلموا بأن أي زواج يباركه الولي ويأذن به ويعقده بنفسه ويشهد عليه الشهود ويعلن ويفرح به المجتمع الإسلامي فهو زواج شرعي صحيح، وإن لم يسجل أو يوثق في وثيقة الزواج الرسمية عند مأذون فهذه الوثيقة من باب المصالح المرسلة لضمان حقوق النساء في زمان خربت فيه الذمم وقل فيه أهل الأمانة. إذن كل زواج يتم بدون إذن الولي فهو زواج باطل بنص القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الشرط الثاني من شروط العقد فهو الإعلان والإشهار، فلقد أوجب الإسلام إعلان الزواج وإشهاره، فالإسلام لا يعرف ولا يعترف بالزواج في السر أبدا، ففي الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان والبيهقي والطبراني بسند حسن من حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح، وفي رواية للطبراني بسند حسن بشواهده من حديث يزيد بن السائب أن النبي سئل هل يرخص لنا في اللهو
عند العرف؟ قال نعم، انه نكاح لا سفاح، انه نكاح لا سفاح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اشيد النكاح، اي اعلنوه واظهروه ولا تسروه. اما الشرط الثالث من شروط العقد فهو المهر، فالمهر واجب على الزوج وهو حق كامل للمرأة. قال الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقد حث الإسلام على التخفيف وعلى التيسير في الصداق وفي المهر، بل وستعجبون إذا علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج رجلا لامرأة بما قد زوج امرأة لرجل بما يحفظه من كتاب الله تعالى. والحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي لسهل وقالت: يا رسول الله، لقد وهبت نفسي لك. وأود أن أبين أيضا أن الوهب أمر خاص بالنبي، فلا يجوز لامرأة على وجه الأرض أن تهب نفسها لرجل مسلم أيا كان، هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما لم يخطبها النبي لنفسه قال رجل من الصحابة: زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل معك من شيء تصدقها إياه، يعني تقدمه لها مهرا؟ فقال: لا. فقال له النبي: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فعاد الرجل وقال: لا أجد يا رسول الله، لا أملك إلا إزاري. فقال له النبي: لو أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، اذهب فالتمس شيئا. قال: لا أجد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، أحفظ سورة كذا وسورة كذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. أما الشرط الرابع فهو الشهود. ففي الحديث الذي رواه ابن حبان والبيهقي والدارقطني وصححه الألباني في أرواح الغليل من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وفي رواية عمران بن حصين الذي صححه الألباني التي صحح الألباني بشواهدها في إرواء الغليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وشاهدي عدل، والشاهد العدل باتفاق علماء الأصول يشترط فيه الإسلام والبلوغ والعقل وعدم الفسق، هذه صفات مجمع عليها عند علماء الأصول في الشاهد العدل. ووالله لقد أرسلت إلي فتاة جامعية رسالة سطرتها بدموع الندم يوم لا ينفع الندم، تقول إن زميلها في الجامعة قد خدعها بهذا الزواج العرفي المزعوم، وكانت تلتقي معه في شقة مفروشة حتى فوجئت يوما بأنها حامل، ففزعت وأسرعت إليه لتتوسل بين يديه أن يتقدم لأهلها ليتزوجها زواجا صحيحا. فتنكر لها ومزق الورقة بين يديها وقال لها: ومن يدريني بأنه ولدي؟ ولا تعجبوا لا تعجبوا، فلقد نشرت جريدة الأهرام الرسمية في ملحقها خبرا خطيرا بالبنط العريض يقول: 12,000 طفل ثمرة الزواج العرفي لا يعرفون آباءهم. كارثة. يتنكر الشاب للفتاة بعد أن يخدعها. تقول: وكانت الكارثة الأخرى والصدمة العنيفة أن ذهب إليها شاب من الشابين اللذين شهدا على العقد العرفي الباطل وطلب أن يزني بها، فلما رفضت هددها بأنه سيفضحها بزواجها العرفي وتسألني وتقول: هل تمكنه من نفسها ليزني بها حتى لا تفضح نفسها في الجامعة أو بين أسرتها؟ فكثير من هؤلاء يذهبن بعد ذلك إلى طبيب لا يتقي الله عز وجل
ليعيد إليها غشاء البكارة مرة أخرى، وهي تظن أنها خدعت بذلك المجتمع، خدعت أسرتها وخدعت زوجها الذي سيتقدم إليها بعد ذلك في الحلال الطيب. ولكن أين ستذهب من الله عز وجل الذي يسمع ويرى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ هؤلاء يا مسلمون هم الشهود العدول الذين يشهدون اليوم لبعضهم البعض على ورقة الزواج العرفي المزعوم المشؤوم الباطل. أيها المسلمون، أيها المسؤولون، أيها الشباب، أيها الفتيات المسلمات، هل يستطيع مخلوق بعد ذلك أن يزعم أن هذا الذي نراه الآن زواج شرعي؟ لا والله، إنها حيلة باطلة حقيرة وعلاقة محرمة خبيثة لا يقرها الشرع ولا يقرها العرف، والذي يدمى القلب أنهم يتمسحون في الدين فيلبسون الباطل ثوب الحق ويلبسون الحرام ثوب الحلال ويلبسون الزنا ثوب الزواج. وهذا والله لا يمكن أن يكون أبدا حتى ولو تغيرت الأسماء. فالعبرة بالمسميات والحقائق لا بالأسماء والأشكال. فلو سميت الخمر بالشمبانيا أو الكونياك أو البراندي أو الويسكي فالمسمى واحد وهو الخمر الحرام، ولو سمي الربا بالفائدة أو العائد أو المعاملة فهذا لا يخرج الربا عن كونه ربا حرمه الله عز وجل. فالزواج العرفي المزعوم ظاهر البطلان وعيش في الحرام وصورته الزنا، فهو نكاح السر، نكاح البغايا، وهو زواج نفاق لا يباركه الرحمن بل يباركه الشيطان. ولا أظن أن مسلما على وجه الأرض يرضاه لأمه أو لأخته أو لابنته أو حتى لابنه، لأنه خروج عن الدين والأخلاق والفطرة السليمة، بل هو مكر وخداع وخيانة واستهزاء ولعب بشريعة الله المحكمة وتحليل للمحرمات وانتهاك للأعراض والحرمات. يأباه رب الأرض والسماوات، بل إن الواقع المر الأليم الآن ليؤكد تأكيدا جازما أن المأساة مروعة. وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء، الضحايا يعترفون والمأساة مروعة. وسأكتفي بذكر ثلاث حالات فقط لنقف على خطورة المأساة. فهذه فتاة جامعية تقول: شكلت أنا وزميلي في الجامعة ثناء عاطفيا كان محل أنظار الجميع، وفي السنة الرابعة قررنا أن نتزوج زواجا عرفيا مزعوما لنضع الأسرتين أمام الأمر الواقع. تقول: وبالفعل كنا نلتقي في شقة أسرته أثناء غيابهم أو في شقة زميل من زملائه سافر أهله إلى الخارج. تقول: ويوما ظهرت النتيجة اتصلنا بالأسرتين لنخبر الأسرتين معا بخبر نجاحنا. تقول: فاتصلت بأمي وأعطيتها بعد ذلك هذا الزوج المزعوم ليخبرها بخبر زواج ابنتها، أي هذا الزواج العرفي. فلما اتصل الفتى على أم هذه الفتاة وأخبرها الخبر صرخت صرخة عالية. تقول البنت: سمعتها وأنا إلى جواره في التلفون. وأسرع الوالد إلى هذه الأم المسكينة ليتعرف على الخبر، فلما أخبرته الخبر بأن ابنته متزوجة، أي زواجا عرفيا وهو لا يعلم وأمها لا تعلم، سقط الوالد على الأرض وحملوه إلى المستشفى في التو واللحظة. وفي غرفة العناية المركزة قال الطبيب: لقد أصيب هذا الرجل المسكين بجلطة في المخ تسببت في شلل نصفي. هذه ثمرة مرة من ثمار الزواج العرفي المشؤوم المزعوم الباطل. مضيفة
مضيفة جوية قتلت وأحرقت جثتها بسبب الزواج العرفي المزعوم، ونشرت الجريمة تحت عنوان الطيار قاتل المضيفة يعترف ويقول هددتني بإعلان زواجنا فقتلتها بالسكين في شقتها ثم أحرقت جثتها بعد ذلك. وهذه حالة ثالثة، فهذا زوج أراد أن يتزوج على امرأته لكنه خاف من زوجته ومن المجتمع الظالم الذي انقلبت فيه الموازين، وراح ينظر إلى التعدد الحلال الذي شرعه الله على أنه جريمة وفضيحة، فتزوج في السر أي بهذا العقد العرفي الباطل، واستطاع لسنوات طويلة أن يخفي أمر زواجه العرفي عن أسرته الأولى بل وعن المجتمع، فلقد تزوج في بلد آخر أي تزوج بالمرأة الثانية بالعقد العرفي في بلد بعيد عن بلده الذي يسكن فيه مع أسرته الأولى حتى لا يفتضح أمر زواجه العرفي، ورزقه الله من زوجته الأولى بالأولاد، ورزق من المرأة الثانية أيضا بالأولاد، ويقدر الله عز وجل أن يدخل ولده من زوجته الأولى إلى الجامعة، وأن تدخل البنت من المرأة الثانية إلى الجامعة، ويقدر الله أن يلتقي الولد بالفتاة أو أن يلتقي الشاب بالفتاة ويحب كل منهما الآخر، فقرر الزواج العرفي. وسبحان الله، علم كل واحد منهما التطابق الكامل في الاسمين، ومع ذلك قال أحدهما للآخر هذا من يمن القدر، حتى الأسماء متطابقة إلى هذا الحد. وفي يوم من الأيام تقول الفتاة شعرت بالحمل في أحشائها، وذهبت إلى هذا الشاب لتصرخ بين يديه ليتقدم إلى أهلها ليطلبها رسميا، وحددت له موعدا. وفي اليوم المحدد أتى هذا الشاب إلى أسرة هذه الفتاة ليطلبها، وكانت المفاجأة وكانت الصدمة الحادة العنيفة، وهو يطرق الباب والباب يفتح، من الذي يفتح الباب؟ إنه أبوه، من الذي جاء به إلى هنا؟ فلما ظهرت الحقيقة وعرف الشاب الخبر ألقى بنفسه منتحرا، ولما علم الوالد الحقيقة سقط على الأرض وقد أصيب بأزمة قلبية، ولما علمت الفتاة الخبر أصيبت بحالة من الذهول فقدت فيها النطق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق الله جل وعلا إذ يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه ثمرة مرة للإعراض عن شرع الله وللبعد عن منهج الله جل وعلا. والسؤال المهم الذي يطرح نفسه، أليست هذه الظاهرة الخطيرة بكل ما تحمله من مآسي مروعة نتيجة مؤكدة وطبيعية لأسباب محددة؟ والجواب بملء الفم وأعلى الصوت نعم نعم. فما هي أهم هذه الأسباب وما علاجها؟ وهذا هو عنصرنا الرابع من عناصر هذا اللقاء. هذه هي الأسباب
وهذا هو العلاج. السبب الأول البعد عن الله عز وجل وضعف الإيمان وقلة الخوف من سخط الله وعذابه في الدنيا والآخرة، والجرأة على محارمه والاستهتار بشرعه وحدوده، كل هذا مع كثرة الفتن بنوعيها، ألا وهما فتنة الشهوات والشبهات. ولا شك أيها الإخوة أن القلب الذي لم يعرف الله عز وجل ولم يتذوق صاحبه حلاوة الإيمان ولم يرتجف إهلالا لله وخوفا منه سبحانه، لا شك أن صاحب هذا القلب يعيش في ظلمة ورحشة وضنك، وإن كان يتقلب في النعيم المادي الزائل. ولا شك أن صاحب هذا القلب يعيش فريسة سهلة للشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء. هذا عندي هو أول وأخطر الأسباب للوقوع في هذه المصيبة والكارثة، بل وفي كل مصيبة وكارثة. وإن أردتم الدليل العملي على قولي فعليكم أن تنظروا نظرة سريعة إلى هؤلاء وهؤلاء من الشباب الطاهر الطائع والشباب التائه الضائع، كلهم شباب في سن واحدة في بيئة واحدة يتعرضون لنفس الفتن والمؤثرات، ولكن شتان شتان بين شاب يقف بين يدي الله جل وعلا متذللا متضرعا يخاف الفتنة ويخشى الوقوع في المعصية ويهرع إلى المساجد وإلى مجالس العلم ويحرص على مصاحبة الأطهار ويبتعد عن الاختلاط الحرام ويذهب إلى الجامعة وهو يحمل هموم أمته ودعوته وأسرته، شتان شتان بين هذا وبين شاب لا يعرف الله جل وعلا ولم يتذوق حلاوة الإيمان ولم يعرف طريق المسجد ولم يحضر مجالس العلماء ولم يسمع للقرآن، بل ولا يفارق سمعه الغناء الماجن والموسيقى الصاخبة، ولا يستحي أن يخلو هنا أو هنالك بفتاة متبرجة لا تعرف للدين حرمة ولا للحياء مكانة. فما العلاج؟ العلاج يكمن أيها الشباب وأيتها الفتيات في العودة إلى الله عز وجل، فوالله ثم والله لا سعادة ولا فلاح ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا في صدق اللجوء إلى الله جل وعلا. قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي الحديث الذي رواه أبو نعيم وابن ماجة والحاكم والبغوي بسند صحيح بشواهده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبقاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. نعم أيها الشباب، وإذا رأيتم شابا على المعصية وقد أعطاه الله من النعيم ومن فضله فاعلموا بأنه مستدرج من الله جل وعلا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والبيهقي من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلموا بأنه مستدرج من الله تعالى. وقرأ النبي قول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. السبب الثاني غياب الأسرة وضياع القدوة وانعدام الرقابة بدعوى الحرية المزعومة للأولاد والبنات، وهذا من باب التقليد الأعمى للغرب
الذي تصطدم سلوكياته وأخلاقياته مع عقيدتنا وأخلاقنا وقيم مجتمعنا الإسلامي الصدام المباشرة. فالوالد لا يفكر أن يسأل ابنته عن جدول محاضراتها في الجامعة، ولماذا تتأخر، وأين تذهب، ومع من تمشي، ومع من تتكلم في التليفون كل هذه الساعات، والأم هي الأخرى لا تفكر في هذا. بل ويترك الأب الوقور المحترم يترك ابنته الجامعية تخرج في الصباح إلى الجامعة بهذه الثياب الضيقة والزينة الخطيرة والبرهان العاطف، ولم يسأل نفسه مرة لماذا كل هذا، وأين ستذهب البنت بهذا الشكل المثير، وما علاقة هذا بالعلم في الجامعة. ولم يغضب لله مرة، بل ولا حتى للرجولة مرة، فوقف وقفة ليمنع ابنته أن تفارق البيت بهذه الصورة المزرية التي لا تمت إلى الدين ولا إلى الأخلاق بأدنى صلة. بل ولم تفكر الأم هي الأخرى في شيء من ذلك بدعوى الحرية المشؤومة. والعلاج أن ترجع الأسرة إلى الله عز وجل، وأن يعي الوالدان المسؤولية العظيمة التي سيسألان عنها بين يدي الله تعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. بل وتذكر أيها الوالد، وتذكري أيتها الأم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. السبب الثالث: التبرج والاختلاط والخلوة بين الرجل والمرأة وبين الطالب والطالبة. وهذا سبب من أخطر الأسباب أيضا، لأن الميل بين الرجل والمرأة أمر فطري أو ميل فطري عميق في التكوين البشري، لأن الله قد أناط به امتداد النسل البشري على ظهر الأرض، والجسم العاري والنبرة المؤثرة والرائحة المعذرة، كل هذا يشعل نار الفتنة بتحريك الغرائز الهاجعة والشهوات الكامنة. فإذا تم الاختلاط بين الرجال والنساء والشباب والفتيات على هذه الصورة الخطيرة كانت الكارثة أعظم. وسبحان من قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فما حرم الإسلام الاختلاط والتبرج والخلوة إلا لأنه يهدف إلى إقامة مجتمع طاهر نظيف. ولقد استوقفتني كلمات خطيرة لكاتبة إنجليزية تسمى اللادي كوك، تقول: على قدر كثرة الاختلاط يكثر أولاد الزنا. ولا شك أن شعبة الباحثين والدارسين لظاهرة الاختلاط والخلوة حافلة بالمآسي المخزية والفضائح المزرية التي تمثل صفعة قوية على وجه كل من يجادل في الحق بعدما تبين. فعلى الذين تربوا على موائد المدنية الزائفة وأطلقوا العنان للرجال والنساء للخلوة والاختلاط المحرم بدعوى أن الظروف قد تغيرت وأن المرأة قد تعلمت وتثقفت وتنورت وهي محل ثقة الزوج والأب والأسرة، على هؤلاء جميعا أن يعلموا أنهم يرتكبون جرما عظيما وحرمة كبيرة، وعليهم في الوقت ذاته أن يراجعوا بعد ذلك الدراسات والإحصائيات والجرائم الكثيرة المنتشرة التي يعلن عنها يوميا، ليعلموا يقينا أنه لم تقع ولن تقع جريمة ينهش فيها العرض ويذبح فيها العفاف ويضيع فيها الشرف إلا بسبب الجرأة والتعدي على حدود الله جل وعلا. فمحال يا أصحاب العقول الراشدة أن نسكب البنزين على نار مشتعلة أصلا ثم نقول للنار إياك والاشتعال. محال أن نقيد شابا بالحبال وأن نلقيه في اليم ثم نقول إياك والغرق، إياك أن تبتل بالماء
القاف في اليمن مكتوفا ثم قال إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا محال. والعلاج في العودة إلى شرع الكبير المتعال، أن ندعن لحكمه ونحن على يقين أن السعادة في الدنيا والآخرة بالتسليم المطلق لأمر الله ورسوله. ويجب أن نتخلص من التقليد الأعمى للغرب. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فدعوه. السبب الرابع: الإعلام بكل وسائله، فهو يقدم كل ألوان الخداعة والإغراء بدءا بما يسمى بالأدب الجديد وهو الأدب المكشوف، أدب الجنس الماجن الخليع. ثم تأتي الأفلام الغرامية التي تعرض على شاشات السينما والتلفزيون، ثم تأتي المسرحيات الهابطة الساقطة التي تعرض على خشبات المسرح، ثم يأتي الغناء الماجن والموسيقى الصاخبة والرقص المثير والصور. كل هذا مع العزف المستمر على وتر التمجيد لأهل الفن وتشويه الدين وأهله، هذا كله ورب الكعبة يشيع الفاحشة في الذين آمنوا. والله عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والعلاج في كلمات قليلة: أن يعود الإعلام إلى الهدف الذي من أجله أقيم، أن يعود القائمون على الإعلام إلى الحق وإلى الفضيلة. يجب أن يقوم الإعلام بنشر الأخلاق والفضيلة وقتل الشر والرذيلة وليس العكس، لأن دوره الآن خطير، فهو يوجه ويحرك ولا ينكر الآن منصف على وجه الأرض خطر البرامج الإعلامية في كل الوسائل التي تقدم الآن للشباب والشابات، فإن هذه الخريطة وإن هذه البرامج تهيج الغرائز الهاجعة وتثير الشهوات الكامنة. السبب الثالث، وهو من أخطر الأسباب على الإطلاق، المغالاة في المهور وتكاليف الزواج بصورة خطيرة زادت عن الحد وفاقت كل تصور. فكم من شبابنا أصبح عاجزا عن تكاليف الزواج، وكم من فتياتنا أصبحن عوانس فاتهن سن الزواج. كل هذا بسبب تعنت كثير من الآباء والأمهات في المغالاة في المهور ونفقات الزواج. فيا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، ارحموا الشباب والفتيات الذي يثني زهرة شبابه وأجمل سنواته في تحصيل القليل من تكاليف الزواج. ارحموا البنات فورب الكعبة لولا حياؤهن لصرخن في وجوهكم أن ارحموا ضعفنا واستروا عوراتنا وخلوا بيننا وبين شاب مسلم ولو كان فقيرا لنكون عونا لبعضنا البعض على أمر الدين والدنيا. والعلاج بلا ريب يكمن في العودة إلى الإسلام، إلى أوامره الربانية الطاهرة. فالإسلام يأمر بتيسير الزواج ويحرم المغالاة في المهور، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة وغيره من حديث أبي هريرة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. نداء إلى الآباء والأمهات أن يسروا أمر الزواج، أن يسروا أمر الزواج لشبابنا وبناتنا، فإن الأمر والله في غاية الخطورة.
أسأل الله عز وجل أن يلقى هذا النداء قلوبا رحيمة وآذانا واعية، فإن الخطر يهدد الجميع. السبب الخامس، المدارس والجامعات ومناهج التعليم. أو السبب السادس، المدارس والجامعات ومناهج التعليم التي تحسن أن تعلم أبناءنا وبناتنا المعارف والعلوم، ولكنها لا تحسن أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. كيف ذلك مع هذا الاختلاف الرهيب بين الشباب والفتيات في سن خطيرة وتجاهل مادة الدين؟ والأمر يحتاج والله إلى وقفة صادقة من كل القائمين على أمر التعليم لمناقشة هذه الحلول العملية التي أقدمها كعلاج لهذا السبب الخطير من أسباب هذه الظاهرة. أولا، إلغاء الاختلاط بين الطلاب والطالبات ولو في الفصول الدراسية على الأقل، وذلك أضعف الإيمان. ثانيا، جعل مادة الدين من المواد الأساسية، مواد الرصود والنجاح، على أن يقوم بوضعها نخبة من العلماء الأجلاء والأساتذة الفضلاء ليختاروا المعلومة الدينية الصحيحة الهادئة الهادفة التي تتناسب مع أعمار كل مرحلة من مراحل التعليم. ثالثا، إلغاء الرحلات المختلطة بين الطلاب والطالبات إلغاء تاما وكليا، لأنها من أخطر أسباب الانحراف. رابعا، إلغاء الدراسة المسائية، إلغاء الدراسة المسائية للطالبات في الكليات العملية والنظرية. خامسا، المحافظة على قيم الجامعة ورسالتها وعدم السماح لأي طالبة تدخل إلى الجامعة بلبس خليع ضيق أو عار مكشوف لا يتفق أبدا مع المكان الذي ستدخله، وعدم السماح لهذه الثنائيات المشبوهة بين الطلاب والطالبات التي تنتشر هنا وهنالك في زوايا الجامعات. سادسا، وضع عقوبات شديدة رابعة لكل طالب وطالبة يأتي سلوكا منافيا للقيم والأخلاق في الجامعة. سابعا، فتح الباب بصورة منظمة للعلماء والدعاة الصادقين للدخول إلى المدارس والجامعات لإلقاء المحاضرات الدينية الهادئة الهادفة، على أن يتولى الأمر بنفسه رئيس الجامعة أو عميد الكلية، على أن يدعى لهذه المحاضرات الكبيرة المدرسون والمدرسات والطلبة والطالبات. ثامنا، مراعاة أوقات الصلوات أثناء وضع الجدول الدراسي والسماح للطلاب والطالبات بأداء الصلاة مع أساتذتهم. هذه بعض الحلول العملية التي أسأل الله عز وجل أن تجد قلوبا وآذانا عند أساتذتنا الأجلاء الفضلاء من القائمين على أمر التربية والتعليم في المدارس والكليات والجامعات. فإن المشكلة ليست لفئة دون فئة، بل إن الخطر ورب الكعبة يهدد الجميع. وأخيرا، من الأسباب الخطيرة أيضا عدم قيام المؤسسات الدينية والتربوية بدورها الذي يجب أن تقوم به. والعلاج يكمن في أن تهتم وزارة الأوقاف والأزهر بهذا الأمر الخطير، وأن تكون الدعوة على مستوى مشاكل الشباب وعلى مستوى فكر الشباب. ولا ينبغي في ظل هذه الظروف الحرجة أن نفصل بين الدعاة الرسميين والدعاة غير الرسميين ممن فتح الله عز وجل عليهم وجعل لهم قبولا بين المسلمين والمسلمات وبين الشبان والفتيات. فلا ينبغي أبدا أن نفصل، فإن هذا فصل والله العظيم فصل خطير. بل يجب الآن على كل من الله عز وجل عليه بالعلم الشرعي الهادي الهادف الصحيح أن يتحرك لدين الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، وأرجو بعد هذه الأسباب والعلاج أن أذكر شبابنا وبناتنا وأخواتنا بهذه الكلمات. قلنا: أأنت تباهي بالزنا فرحا؟ أأنت تعبث بالأعراض تياها؟
فقال بل ذاك شرع صار متبعا كم تاه غيري به قبلي وكم باها. فقلنا ألست تخاف الله منتقما؟ فقال في كبر لا أعرف الله. ويح الشباب إذا الشيطان نازعهم على العقول فأوهاها وألغاها. قد علمتهم أفانين الخنا وسائل غش بصائرها زيغ وأعماها. ومطربة ومطرب في المذياع لقنهم ألحان فحش وزكاها وغناها. ووالد غافل لاه ومدرسة نظامها من نظام الدين أقصاها. لو أن لي قوة في أمتي ويدا ألزمت حواء مثواها ومأواها. البيت كان لها ملكا تعز به وفيه كانت ترى السلطان والجاه. فقوضت بيديها عرشها وغدت رعية وذئاب الأرض ترعاها. فقوضت بيديها عرشها وغدت رعية وذئاب الأرض ترعاها. هذه الحضارة دين لا أدين به إني كفرت بمبناها ومعناها. وأخيرا فهل من توبة؟ أيها المسلمون، أيها الشباب، أيتها الفتيات، إنني أعلم أن من سقط في هذا المستنقع الآثم ينقسمون إلى فريقين من الناس. الأول من وقع في هذا الحرام جهلا أنه يزني ويأتي الفاحشة، وقد غرر بهم الشيطان وأغواهم وأعمى بصائرهم وخيل لهم أنهم متزوجون في الحلال وأن ما هم فيه ضرورة للبعد عن الزنا وهم في مستنقع الزنا ذاته. وهذا الجهل لا يعفيهم من المسؤولية العظيمة ولا يرفع عنهم الإثم الخطير. فالطريق إلى النار يفرش أحيانا بالنوايا الطيبة. وأنا أعتقد اعتقادا جازما أن هؤلاء مهما ظنوا أنهم لن يخالفوا الشرع فإن في داخلهم هاجسا دائما وشعورا بالذنب وخوفا من أن يكونوا قد وقعوا في الحرام، وإلا فما استتروا به وما بالغوا في التخفي والسرية والكتمان. فالحلال لا حاجة به إلى السراديب تحت الأرض، والحق دائما لا يخشى الظهور في النور. أما الفريق الثاني وهو الأكثر عددا فهو يعلم جيدا أنه يتلاعب بالأعراض وينتهك الحرمات ويخادع وينافق ويتمسح بالدين للوصول إلى غرضه الدنيء الحقير. وهؤلاء يجترئون على الدين ويستهزئون بالشرع ولا يدخلون البيوت من أبوابها، ويزدادون إصرارا على التنقل في أوحال الرذيلة والعار، لأن أحكام الله معطلة وحدوده مهملة والمسلمين في غفلة. ومع ذلك فإلى هؤلاء وهؤلاء أقول فهل من توبة؟ هيا أيها الشاب، وهيا أيتها الفتاة، يا من وقعت في هذه الرذيلة ويا من وقعت في هذا المستنقع، هيا توبوا إلى الله عز وجل، أقلعوا عن هذا الذنب واندموا على ما مضى، وتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى أن يغفر ما قد سلف. واعلموا يقينا بأن الله جل وعلا يفرح بالتائب حين يتوب إليه وهو الغني عن العالمين. فهو سبحانه وتعالى الذي يفتح باب التوبة لعباده ويقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وينادي سبحانه وتعالى على أهل الإيمان بالتوبة وتجديدها، فإن الإنسان لا ينفك عن معصية صغيرة أو كبيرة. ومن ثم فالله جل وعلا يقول:
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ويقول سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وما من يوم أيها المسلمون وأيها الشباب وأيها الفتيات إلا ورب العزة جل جلاله يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله ويقول سبحانه أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وأختم هذا اللقاء بهذا الحديث الجليل الكريم الذي رواه البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في السبي تبحث عن ولدها، فلما وجدته ألزقته ببطنها فأرضعته. فأثر هذا المشهد الرقراق الحالي في قلب النبي الكريم، فسأل النبي أصحابه وقال هل ترون أن هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. فهيا أيها الشباب وهيا أيتها الفتيات إلى التوبة إلى رب الأرض والسماوات، وأسفاه إن دعيت اليوم إلى التوبة وما أجب، وحسرتاه إن ذكرت الآن بالله وما أنب. ماذا ستقول لربك غدا؟ وماذا ستقولين لربك غدا؟ تذكر أيها الشاب وتذكري أيتها الفتاة، تذكروا أيها المسلمون، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا،
نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا. عد الى الله وتذكر انك ميت لا تغتر بشبابك ولا تغتر بصحتك ولا تغتر بقوتك فالموت لا يترك صغيرا ولا كبيرا ولا شابا ولا شيخا ولا رجلا ولا امراه وانت ايتها الفتاه لا تغتري بشبابك ولا بجمالك ولا بصحتك ولا بخديعتك لاسرتك ولا للمجتمع فستقفين يوما بين يدي الله جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيها المسلم أيتها المسلمة دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. وصدق ربي جل وعلا إذ يقول كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا أصدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم استر نساءنا وبناتنا واحفظ شبابنا وردهم إلى الحق ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله هذه صرخة وصيحة من أخ يحبكم في الله أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه وأن ينفع بها المسلمين والمسلمات إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.